عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا في مخيم الخاز الاول للنازحين من مدينة الموصل. كان هنا حوالي 7000، اكتر من 7000 اسرة. في بعضهم رجع، تبقي حوالي اكتر من 4500 اسرة في هذه الحالة اللي احنا شايفينها. الناس اللي هنا مش قادرين يرجعوا، فقدوا كل شيء، فقدوا الاموال بتاعتهم، وبعدين بيوتهم هدمت ودمرت. خرجوا في رعب تحت وابل شديد من القذف المدفعي والرصاص لتطهير الموصل، بقايا خلايا ارهابية هناك، ولا يستطيعون الرجوع مرة أخرى. فقدوا أيضا حقهم في الحياة من كرامتهم في المحافظة على هويتهم الأسرية. ولو كان حد مننا يقع في هذا الموقع، وهو من أصل العراق المجيدة اللي هي كانت تساعد العالم كله، أن يأتوا يأخذوا مساعدات من العراق هنا، أصبحت هذه هي حالتنا. مفيش خصوصية للمرأة، مفيش خصوصية للأطفال، مفيش خصوصية للعائلة، مفيش أمل لهؤلاء الناس إلا أنكم أنتم تستيقظوا وتعوا أبعاد هذه القضية، هذه القضية الكبيرة، وتحاولوا أن تساعدوا أنفسكم بمساعدتهم. هذا جيل من الأطفال فقد كثير جدا من أساسيات اللعب، سعادة في الحياة، تعليم، وكل شيء في الحياة بنتكلم عنها. بيساعدوهم هنا بعض المؤسسات، مؤسسة البرزاني ومؤسسات الأمم المتحدة، لكن ده مش كفاية، لابد احنا نرجعهم مرة أخرى لوطنهم، لبيوتهم، لمجتمعاتهم، علشان يعيشوا حياة كريمة لما كانوا عايشينها من قبل، ويتمتعوا بالسعادة والحب بينهم وبين بعضهم. مسؤولية على من يرى هذا الفيديو، المسؤولية على من يرى هذا الفيديو. إن كنت أنت أو إن كنت أنت في هذا الموقع في هذا المكان، فتصوروا أو تخيلوا ماذا كان شعوركم تجاه أبنائكم وبناتكم وزوجاتكم وأمهاتكم وأخواتكم إلى آخره. ساعدوا أنفسكم، ساعدوا أنفسكم، ساعدوا أنفسكم بمد يد العون لكم إن وضعوا هم أيديهم في أيديكم. ساعدوا أنفسكم، أنتم الفقراء وليس هم الفقراء، أنتم المحتاجون وليس هم المحتاجون، أنتم الغلابة والمساكين الذين تعتقدون أنكم تتنعمون بالدنيا وهم أغنى منكم. فساعدوا أنفسكم كي يرضى الله سبحانه وتعالى عنكم وعما تقومون به لمساعدة هؤلاء الناس إخواننا، ومساعدة الجمعيات التي تعمل هنا من جمعية البرزاني، الإغاثة الإسلامية، كل الجمعيات العاملة. يس يس يس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.